لحم ورمون يا عظم، سرعوني من الخدمة. لك وراك وليد من حالك ما بتعرف. دي الساعة 3:30 ظبطت الخطة. طبعا روح نجي. Hello, Mr. Thomas. Hello. I found your man. Where? Like you said, in Damascus. It's him. Did you follow him? I caught him, but he ran away. How? We got caught in traffic. What next? This is my lead. He is a trafficker. Lives or operates close by the doctor. Which area of the city? The old one. Good. This under Shamsi control. We'll go to Damascus. Come on. بدك جوع مندهلك ما جايك يا سعدو. مروان مرحبا. مروان بالله موجود؟ مين عمل ورقة الحسابات هي؟ الأستاذ عثمان. أستاذ عثمان؟ متأكدة؟ طبعا متأكدة، لأنه الدوسيه إجا من مكتبه. اطلبي لي أمين عام وزارة الأوقاف فورا. حاضر. وينك؟ خذي الدوسيه وأعطيها للأستاذ عثمان، لا تخليه يشعر بشيء أبدا، خلي الأمور تمشي بشكل طبيعي. حاضر. ألو محمود؟ شو يا محمود؟ يا ترى حياخذوهم للمستشفى؟ اخذوهم لو ما اخذوهم، نحن شو دخلنا؟ بس انتم هيك يا شباب فتحتوا العين علينا اكثر من لازم، يعني لا هن ولا غيرهم بيتركونا بقى. ما بهم، نحن هلا صار في عندنا حليف جديد. عبده. طب انت متاكد منه؟ متاكد، ما بيسترجي لا يحوس لا هيك ولا هيك. هلا شو بدنا بهالعلاج؟ خلينا بالشغل، لمتى حتوصل البضاعة؟ يعني بدك تقول يومين ثلاثة بالكثير. والبضاعة اللي عندك؟ هي البضاعة مستأمن إياها من بالك، لأنه هي البضاعة مخصصة للاستعمال الداخلي فقط. وليد بدك الحق، أنا مالي مرتاح لموضوع السفر اللي حكونا عليه منوب. يعني شفتهم سرحوا فينا كثير، شو باريس وروما ولندن. هذا لأنه خيالك محدود. يا أخي مو قضية خيالي محدود، ان احنا بدينا بشكل وهننتهي بشكل تاني. يعني خايف من النهايه نتورطنا بقضيه ضد البلد. شايف؟ راح يقلبها سياسي. لك اتركه، عم يعمل حساب المستقبل، بركي بده يرشح حاله بالانتخابات. انا من جهتي هو ضامن صوتي، لانه على القليله راح لاقي مين يساندني كلهم. اخ دخيلكم ناخ. سلامتك يا سعد وسلامتك. سعدو قالوا لي ما صدقت. ألف الحمد لله على سلامتك يا سعد، وألف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ست وصال، شفتي اللي صار لي يا ست وصال؟ آخ يا سعد، وكله من الحسد والعين. إيه والله من الحسد والعين. شو الحسد يا ست وصال؟ على تسريعي من الخدمة. سعيدي شو عرفك إنه أنا هون؟ سعدو مو أنت اتصلت بالأستاذ عزت وقلت له إنه بدك يتصل بعبده ويجيب لك شوية أكل وثياب؟ أنا سمعت الأستاذ عزت عم يسأل عن عبده، قمت سألت الأستاذ عزت يعني، وقام الأستاذ يعني أنت فهمان علي مو هيك؟ بس يضربوا على العملة. ليش سرحوك من الشغل؟ ليش شو عملت لهم بقى؟ غلطت ودفعوني الثمن، ما هيك اخي مختار، انا ومختار سرحونا. ولا يهمكم ولا يهمكم، اترك هالشغل شو بدك فيه يعني؟ إيه انا يا سعدو جايبت لك اكل رح ينسوك وجعك وراح تاكل اصابعك وراهم. دخيلك مختار، دخيلك مشان الله. دوق سعدو مشان خاطري. هاتي مبين ما له بالحلو نصيب. باكلهم انا مشان ما يتعبك على الفاضي. امشي امشي سعدو امشي. على مهلك على مهلك على مهلك يا سعد، على مهلك حار على مهلك. سبحان الله يا ست وصال، من كل هالناس ما حدا تذكرني غيرك. مشان تعرف غلاوتك عندي يا سعد. على مهلك. ليش لي؟ على مهلك ويلي. على مهلك. الله يقدرني على رد جمالك. لو تطلب عيوني، عيوني ما برد اللون عنك يا سعد. على مهلك. بس والله انا ماني عرفانه، يعني ليش سرحوك من الشغل؟ إيه ضروري في شيء، ضروري عملهم. صادلي اول وشرط اخر سلامه. إذا بدك أنا نضل أصحاب فيلي على هالموضوع. رح أسكت، بس تعرف سعدو أنا ماني فهمانة، واحد مثلك بشطارتك وذكاء يعني يسرحوه من الشغل، ضروري في سبب، ضروري في سبب. الله. على مهلك سعدو، على مهلك، على مهلك. لا وبعدين؟ سعدو اسمعني اسمعني، خدني على قد عقلي واسمعني. إذا كان لسه بدك وليد تفهم منه شيء اتركه، اتركه، لا تكشف له حالك بالأول. بعدين بس يرتاح لك. ما بعرف هالولد لمين طالع، شايل أرضه طالع، كل أهله أوادم إلا هو. اسمعني اسمعني، بس يرتاح لك كام يوم اطلع له على غفلة. إيه إيه. أما من جهة الحسد والعين وهالبلاوي اللي عم تنزل على راسك، هي دواها عندي، عند وصال وبس. كتر خيرك ست وصال. ولا يهمك سعدو، اطلع اطلع. على مهلك على مهلك على مهلك. تفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ حسين. شو اخبار الدعوة؟ الحمد لله الدعوة ماشية ممتاز. امتى الجلسة؟ يعني تقريبا بعد شهر. شهر؟ عظيم. ما بين ما تيجي البضاعة وتتسلم. بضاعة؟ بضاعة شو عمي؟ لك هلا أنت جاي تضحك علي؟ جاي تلعب بوراق الشحن وبالمعاملات؟ إيه أنا بعلمك وبعلم اللي علموك لحساب. شو قصدك؟ مالي فهمان عليك عمي. داخل علينا بالحنجل والمنجل وإنه عندك أملاك ومصاري ووقف مشان تلعب بعقلي وعقل البنت وتلهف مصارينا؟ سوريا تركي أبوك يسبني وأنت ساكتة؟ باب عارف إنك نصاب وعم تكذب علينا. يا عيب الشوم عليك. لك أنا لما جوزتك بنتي كنت مفكر حالي عم جوزها لرجال محترم، مو واحد نصاب دجال. لك يا ابني الفقر مو عيب، لو حكيت لنا حقيقتك كنا رحمناك، كنا تعاوننا معك، تفاهمنا معك، بس تحتال علي وتنصب وتدجل. أنا ما بسمح لك، سامع؟ نزل إيدك، هي وصلت معك لهون. طالع برا ولا اطلع لبرا فورا، اطلع لبرا. بس ما تكبر كلام. ها؟ أنا لولا خوفي على بنتي وعلى سمعتي كنت اتصلت بالشرطة ورميتك بالسجن، لكن ما بستاهل. اطلع لبرا، اطلع من وشي. هز إيدك، اطلع من مكتبي. برا. مساك، هاي خاتمك، خبأ بطريقك، الله أعلم من جايبه. اطلع من وشي. عبدو. ايوه. عبدو. ايوه. افتح. ايوه. يلا. اهلين اهلين ست وصال. وين كنت طول النهار نحن عم ندور عليك؟ كنت عم بقضي غراض للدكتور هيثم والست فتحيه. إذا كان هيك معلش، يلا مشي معي، في عندي مشوار مهم كتير كتير. بس أنا لا تبسبس لي، نحن بالبناية. اسمعي ست وصال، يعني لو بدنا نروح هلا عبده بتمشي معي ولا بولول وبلم عليك أهل البناية كلها؟ شوفي بصراحة مشاويرك وبعرفها، أنا ما بحب هالروحات. عبده مشي معي ما في وقت خلصني. حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. خليك بابا أنا بنت. ألو؟ شو بدك؟ ليش عم تحكي معي؟ نحن كل شي بيناتنا انتهى. أنا محتاج إلك يا ليلى. ليش؟ وين راحت مرتك؟ أنا مالي حدا غيرك. أنا غلطت ولازم صلح غلطتي. الكل عم راح وقته، ليك أنا ما عاد ينضحك علي. فهميني بس واسمعيني، كل يلي عملته هاد كان من شانك. العاب غيرها. اسمعيني وبعدين احكمي. لازم شوفك ضروري. تشوفني؟ عجيبة. مسألة حياة أو موت، مستقبلي كله صار بين إيديكي. مستقبلك معه؟ أنا رح أستناكي بكرة بنفس المكان اللي كنا نتقابل فيه. لو ما أجيتي هذا يعني قضيتي على حياتي وحياتك. تضرب يا عبدو، ما بدك تسمع شو قال لي المبروك؟ بعدين بسمع، هلا خلينا نتيسر. يا سيدي قال لي انه الزلمه اللي ببالي معمل له عمل، ها، وهالعمل حوالينه وحوالين بيته. اها. مشان يرتاح ويريحني معه لازم لاقي هالعمل، واول ما لاقيه رح دوبه واسقيه للي بحبه، ولا اقول لك رح اسقيه لاهل البنايه كلها مشان يحبني. عبدو يا عبدو لك وينك انت؟ شبا؟ ما في شيء، اجري عم تجعني بس. شبا اجرك خير، امشي. شبا؟ شوي شوي يعني. امشي امشي خلصني. لك امشي امشي. عبدو لك عبدو وينك؟ لك ايه ليكني شو؟ لقيت شيء؟ لك اخ منك يا ست وصال، الله وهبنا العقل مشان نعرف نتصرف. هي حكاية السحر والأثر بتركوها للجهال. هي ست حلقك. قاعد عليك. لقيت شي ولا ما لقيت؟ مالك شايفة ايدي فاضية؟ معناتها حاطينه فوق. اطلع عبدو، اطلع دور، اطلع لك اطلع. وشلون بدي اطلع؟ حط رجلك على طرف الباب وتعمشق وانا بسندك. اطلع تعمشق. ها؟ شو شايفتيني بهلوان انا؟ عبدو رح تعمل لي اياها قصة، رح تطلع ولا لا؟ مالي طالع. هيك يا عبدو؟ هيك و600 هيك. طيب انا بفرجيك، انزل انزل جيب لي سلم وانا رح اطلع لحالي دور. مساء الخير. أهلين عبدو. أي خدمة؟ شكراً. نحن لقيتك عبده. خير. بدي اياك تساعدني شوي. سلامة الدكتور هيثم. لا اذا هذا من اختصاصك. يلا تشرف. تفضل. تشرف. يا بنتي. دخيلكن لك ضهري. ظهري. يا ست وسعد شو عم تساوي معه لابني؟ مو معقول والله مو معقول. ليش مو معقول؟ شو عم تساوي؟ إيمي من راسك الحكايه بقى وخلصينا بقى. والله انا بكسر رحمه. ليش مو معقول؟ ليش؟ الحسد كل الناس بيحكوا عنه. اخ بقطع ايدي من هون. ما كانت كل مصايبك من ورا العين والحسد. انا الرجال بساله عمره ما كذب علي. عمره لا كذب ولا صدق. انا شو دخلني بهذا الموضوع يا ست وسال؟ قفلينا الموضوع. هاي بقى مشان الله. طول بالك. اقعد اقعد. على مهلك على مهلك على مهلك. شو وصى عليك الدكتور؟ مو وصاك ترتاح وتاكل منيح وما تعصب؟ ايه يا سعده من جهه الاكل عملت لك طبخه رح تاكل اصابعك وراها. استناني رح اجيب لك اياها هلا. استنى. ايه وليد اكل. طب ليلى أنا أخطأت بحقك ومالي حسنان على بعدك. هذا هو الموضوع؟ أرجوك أنت لسه ما سمعتيني. أنت عم تزرع البحر يا عثمان. نحن ما عاد في شيء بيننا ينقال. طيب اسمعي واحكمي. أنا كل يلي طالبه دقيقتين من حقي أطلبهم حق العشرة القديمة والحب القديم. العشرة يلي خنتها والحب يلي بعته ما هيك؟ والله عيب تحكي عن الحب. أنا حاولت أنقذ حبنا لكن أنت يلي ما فهمتيني. نسيت ولا ذكرك؟ نسيت لما أجيت على بيتك وقلعتني؟ مو أنا هي. أبوك كان عم يضغط من ناحية وأنت من ناحية لدرجة إنه عقلي كان راح يطير. مشان هيك بعت إسوارتي وخطبت بحقها وحدة تانية. ضعفت. خفت لتضيعي مني ويسرقنا الوقت. لقيت قدامي هالست الغنية بتحبني وبدها تشتريني بمصاريها. عزت علي نفسي وكرهت الدنيا. قلت لحالي اللي بحبها مالي حسان اتجوزها لأني فقير. اللي معها مصاري بدها تشتريني كأني كرسي أو كلب للكلاب اللي عم تربيها. قلت أعطيها درس وفاهمة إنه الناس ما بتقدر تشتري الناس بالمصاري. قلت يلا تصبحي على خير. تصبحي على خير. انتم اهلا ومع السلامه. تفضل تفضل. شو رايك؟ الله يخليكم لبعض. تسلم. تفضل تفضل يا عم. انت شمسة بتقولي. ها؟ لك عبده؟ صحيح انك ما بتستحي؟ مانك شايفه جاي معي؟ انا اللي ما بستحي؟ تعال عثمان. بسيطة استاذ لا تؤاخذنا. دايرك يلا يا عبده. اما انا طول وشايف حاله. خلاص بسيطة لا تؤاخذنا. يلا يا عبده. لهون بكفي. انت احكي مع ابوك وردي لي خبر. رح تسمع الجواب قبل ما توصل على البيت. تصبحي على خير. انت من اهله. ليلى ليلى انا شايف حالي يا محتال يا نصاب. لا استاذ عبده انا مالتي استاذ عبده. شوف اذا بلمحك قدام البنايه لمح اجرك بدي اكسرك، عم تفهم؟ يلا ما راح تقدر. شو جنيتي؟ يا بابا اسمعني، بعد كل يلي عملوا فيكي. طيب ما في انسان ما بيغلط. صح صح يا بنتي، غلط عن غلط وبيفرق، بس في شغلات بتتصلح وشغلات عمرها ما بتنتسى. هالمرة أنا ضامنته مثل ما ضمنتيه آخر مرة. توبة عليه متأخر كبير، حط الضمانات اللي بدك إياها. يعني خلص قررتوا تكتبوا الكتاب؟ بابا من شان الله وافق. طيب وين رح تعيشوا؟ مثل ما بتحب، يا ببيته يا بيجي بيسكن معنا. شوفي يا بنتي، أنت كبرتي ولازم تفكري منيح. حبك لعثمان غلط من أساسه، وأنا متأكد إنه عم يستغلك. يا بابا أنا شو بملك لحتى يستغلني؟ الله أعلم شو ناوي، وبعد ما اعترف لك بعظمة لسانه إنه كان عم يضحك على البنت يلي كان متزوجها، شو عرفك إنه ما عم يضحك عليكي أنت كمان؟ قلنا لك الزلمة غلط واعترف بغلطه. حتى لو اعترف، هي غلطة صعب الواحد يسامح فيها، وما عم بعرف كيف رضيتي تسامحيه بمجرد ما قال لك أنا آسف. وين عزة نفسك؟ وين كبريائك؟ بعدين كيف بده يحترمك إذا أنت ما عرفتي تحترمي نفسك؟ يا بابا هاي المسائل مو بيناتنا. لو شفته بالحالة اللي أنا شفته فيها، أنت كنت طلبت مني أرجع له. أنا حابة أنقذه من اليأس ووقف جنبه. يعني فكرتي منيح؟ إيه بابا فكرت. خلاص بعتي لي اياها وانا بتفاهم معه، بس يكون بعلمك هالمره ثابته، وما راح اسمح لك ابدا تندمي مره ثانيه وتقلي لي يا ريت ما صار يلي صار. هي حذرتك وذنبك على جنبك. خلص بابا باي. حبيب خايف لا يطول غياب حبيبة وعباك. مأمون عاوزك بكلمتين هلا إذا بتريد. شو هاد؟ حق الاسواره اللي اشتريتها. بس انا كنت معتبرها هديه. لا الحق حق وهذا حقك. حق شو؟ انا ما عم بفهم عليكي. ما بدي افهم، انت ساعدتني واسترديت الاسواره وانا عم رجع لك المصاري واتشكرك، شي طبيعي. ليلى شو القصه؟ شو اللي صار؟ فهميني. التجربه فشلت. فشلت؟ صدقني يا مأمون أنا حاولت بكل قوتي لكن ما قدرت. أنا متأسفة لأني عم أحكي هيك، بس الصدق والصراحة اللي بيننا هي اللي شجعتني. أنا مبسوط لأنك صارحتيني بالوقت المناسب، يعني أحسن ما أفرض حالي عليكي ولاقيكي جنبي وأنتي مانك جنبي. لا يا مأمون، انت عمرك ما فرضت نفسك عليه. انا بحب. لا تواسيني، انا مقدر موقفك ومحترم رايك، انا مالي حق ازعل، بس موضوع ترجيع المصاري مو وارد ابدا. لا الله يخليك، لازم تاخذهم. وليش لازم؟ لانه صاحب الاسوار الحقيقي رجعهم. يعني رجعتي لعثمان؟ سامحني يا مأمون بس ما قدرت، قلبي لسه شاددني إله. ترميني مشان واحد عم بيبيع وبيشتري فيكي؟ ومفكرتيني مثله كمان جاي ترجعيلي المصاري؟ مأمون أنا ما عم بحكي مشان حالي، أنا عم بحكي مشانك إلك. رجوعك لإله ذل وإهانة وانتحار وضعف. مأمون أنا ما بسمح لك. وأنا آسف، آسف لأني حبيتك، آسف على كل لحظة ألم عشتها بسببك. أخسارة، أخسارة يا ليلى تكوني هيك. مرحبا سيد وليد. اهلا اهلا. كيفك؟ اهلا يا هلا. شلونك؟ اهلا. نحن مبسوطين منك كثير كثير يا سيد وليد. وهدول بونص إلك. يعني ما كان في داعي تلبكوا حالكم. يلا ماشي الحال. ولا وهلا حابين نوصلك على البيت؟ لا، على الكازينو. على البيت. وليد وين ساكن انت؟ هنيك عند هذيك البنايه. يعني يلي البواب عم ينظف قدامها؟ ايه هي بذاتها. شكرا وليد. هلا انزل ولا تخلي حدا يشوفها. ماشي. بدك شيء؟ الله معك. اهلين اهلين. شفت لي مأمون؟ ليش مو بالشغل هو؟ ماله بالشغل، لانه اتصلوا فيه وسالوا عنه. عملتها؟ شو قلت؟ لا 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 ما قلت شيء، الغايب عزله معه، يمكن عنده شي شغله راح يقضيها. لا لا مستحيل، مأمون ملتزم وخاصة بشغله. شو عم تساوي انت هون؟ ما عم تساوي شيء، شي تسأل عن مأمون؟ اطلعي اطلعي لفوق بلا حكي فاضي. وانت الثاني شو عامل لي حالك قاضي صلاح؟ يا ريت تلتهي لي بحالك. يا وليد بدل عز يبين عليك، بكره الناس بتشم ريحتك. وانت بدل لسانك يطول وبده قص. طيب وليش ما خبيتهم مثل العادة؟ ما خبيتهم مثل العادة لأنه المستودع انكشف. انكشف؟ يعني رحت لخبي البضاعة الجديدة، اما ما لقيت البضاعة القديمة. كيف ما لقيتها؟ يعني بالعربي الفصيح انسرقت. المهم ما حدا يعرف انه هالبضاعة بتخصنا منوب. لازم نعرف مين الفاعل. ساعدوا، اكيد ساعدوا، هو مخابراته هي شغلته. وثانيا المخبأ قدام اوضته. لك يا زكي، لو كان ساعده كان لطالنا واستنانا لحتى نجي ناخذ البضاعة، يعني كان نصبنا كمين ولقطنا بالجرم المشهود. معك حق، بس مين؟ عبده، يعني مين غيره؟ متحمض لنا من يوم الحادثة. يعني قولتك رح يبلغ عنا؟ إلا كان ليش أخذ البضاعة؟ هيك تبلي، يعني أذى مشان يضرنا. المهم هلا وين بدنا نخبي البضاعة؟ أنا ما عندي استعداد أحط شيء ببيتي، إخواتي مثل عفاريت وما بيتركوا إلنا إلا بينبشوا فيها. وأنا شرحه، أختي عرفانة وممكن تفضحني بأول خناقة معها. لكن شو العمل يا شباب؟ بتعرفوا ما في إلا نترك البضاعة هون مؤقتا. وين هون؟ لك لا تخافوا، أنا رح لاقيكم تخباية ما بيعرفها غير الجني الأزرق، بس يعني بنحطها يومين ثلاثة بس هذا معناته إنه لا في اجتماع هون ولا في طلعة ولا فوتة لبين ما تتصرف البضاعة. خلص شباب لا تهكلوا هم، أنا رح أمره على عبده مرأة صغيرة وأفهم لكم الموضوع. يا ميت أهلين وسهلين، شو بدي أسحبك سحب على غرفتي أنا؟ أهلين أستاذ مأمون. عبده أنا تعبان كثير، خليني أطلع أرتاح ببيتي. أنا ما صدقت على الله إمتى إجيت لعندي. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. هلا أنا رح أسوي لك كاسة شاي خمير على كيفك. يا ميت أهلين وسهلين. عم تتعب بالشغل مو مأمون؟ يا الله. ليلى راحت ما. صدقني انت مالك خسران شيء. وانت الصادق، خسرت وقت واحاسيس ومشاعر ومستقبل. انا حاسس بالعجز والمسؤولية لاني ما قدرت احمي ليلى من حالها وبعدها عن هالنصاب اللي ناوي تتجوزه. هلا انت عملت اللي عليك ولا لا؟ عملته اكثر، بس المهم النتيجة، والنتيجة أنا خسرتها وهي خسرتني. خسرت حبي إلها بعد ما كنت معتبرها ملاك نازل من السماء. هلا صرت عم شوفها مجرد كائن ضعيف أعمى عم يحتمي بالناس اللي بيخدعوه ومطالب بإيده شيء. معليش مأمون، خليها تعيش التجربة وتتعلم، وأنا متأكد إنها رح ترجع لك بعد ما توعى. وشو الفايدة؟ قلت لك راحت تتجوز، بعدين فريض رجعت لي، رح ترجع محطمة بعيدة عن البنت اللي حبيتها وحطيتها فوق راسي. يعني لو ليلى رجعت لك ما راح تقبلها؟ لا. لقوم لقي بالشاي لك. انت كذاب. ايه كذاب، راح تقبلها وتبوس ايديها كمان. على كل هذا الحكي كله ما له طعمي. يلا خلص راحت وما عاد ترجع بعمرها. رح ترجع وبشوف، رح ترجع اقوى من الاول، رح ترجع بعد ما تختارك انت، تختارك بارادتها. بتحب الشاي خفيف ولا تستنى ليختمر؟ بسيطة يا مأمون، ولا يهمك، أنت تيسر على شغلك وإن شاء الله الله بيوفقك يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. بضاعة؟ أنا بضاعة؟ لا تهبلها وخليك تمام، ولا تنسى إنه رقبتك بإيدي. عني بضاعة، أنت شو بدك مني؟ بدي ترجع لي البضاعة اللي أخذتها مني. أنا ما كنت بعرف إنك أنت عم تتاجر بالبضاعة. لك أنت شو دخلك؟ شو دخلك؟ كتر الكلام ما بدي. البضاعة فين؟ ما بعرف شيء عنها، ولا بعرف أصلاً إنك صرت تتاجر بالبضاعة. شوف عبدو، إذا ما بطلع البضاعة بهالدقيقة عم تروق لنفسك. شو عم تهددني؟ بدك تقتلني ولا بدك تروح تبلغ الشرطة وتقول لهم إنه عبده سرق لي المخدرات اللي عم تاجر فيها؟ معقول؟ بعرفك أذكى من هيك، معقول أنا وسخ إيدي فيه؟ تليفون صغير للشرطة بقول لهم إنه الدكتور عادل محمود اللي عم تدوروا عليه موجود عندنا بالبناية، بس يعني مغير اسمه. ما فيها شيء، أنت بتقول وأنا بقول كمان. أنت حرامي ومحكوم عليك وهربان، حدا راح يصدقك، بس أنا يعني طالب محترم. شو بدك تبلاني؟ أنت طالب مطرود. شوف لا تعاندني يا عم عبدو، عن جد طربقة فوق راسك وراسي وراس الكلها. يلي بدك يعمله أنا ما بعرف شيء. يعني مو أنت اللي أخذت البضاعة؟ حتى لو كنت أنا اللي أخذتها مستحيل رجعلك إياها. عم عبدو عن جد حاول تفهمني، يعني الرجال اللي عم يشتغل معهم ما بيرحموا، يعني إذا ما التقت البضاعة عن جد الشغلة بيروح فيها رقاب. بعرف يا وليد، انت لازم تتعلم من قصدي. شوف، هاي في قدامك واحد هربان وهو بريء، هربان بسبب واحد مثلك. ايه بس هو يعني ما صار له شيء، صار غني وبأعلى المراتب. معلش، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. أنا خايف عليك يا ابني، بعد عن طريق الغلط، لسه قدامك وقت، بعدين بتندم، وساعتها الندم ما بيفيد. يا ريت تحتفظ بنصايحك لنفسك، لأنه أنا هلا رح أتركك، لأنه عن جد ماني فاضي لك، بس لو اكتشفت إنه إلك علاقة بالسرقة عن جد ما تلوم إلا نفسك، وساعتها رح يكون الحساب بيناتنا عسير. قلبي قريب منك، لو الأحلام بتصير حقيقة صارت الأحلام كلها أوهام. لو الأحلام بتصير حقيقة صارت الأحلام كلها أوهام. غريبة يا دنيا غريبة. هذا العمل اللي كان معمل له لساعته، هيك حكى لي عنه المبروك وأنا لقيته. وهذا بس للحبايب، للحبايب وبس. لكن للحبايب يلا غريبة حزينة غريبة يا غريبة حزينة يا دنيا حزينة غريبة يا دنيا غريبة حزينة يا دنيا حزينة حزينة يا دنيا حزينة حزينة يا دنيا حزينة. مبروك مبروك ان شاء الله. مبروك مبروك شكرا. مبروك. غريبة يا دنيا غريبة حزينة يا دنيا حزينة غريبة يا دنيا غريبة حزينة يا دنيا حزينة. أهو عروسة حلوة، أهو عروسة بارك الله تفضل يا عروسة، إن شاء الله ألف مبروك يا ليلى. تفضل يا عريس، تفضل يا عريس. عقبال عندك يا سعد، عقبال عندك. سمعاني ست فتحية؟ سمعاني سمعاني. إن شاء الله ألف سعد. مبروك مبروك يا استاذ عثمان، مبروك الف مبروك. مالك استاذ، نفرح فيك اليوم. شكرا. لا لا حلو. ايوه يا عريس، الف مبروك يا عريس يا عروس. ايوه ماشي ماشي ان شاء الله الف صحه. ايوه يا عروس ايوه يا عروس ايوه ان شاء الله الف الف مبروك يا عروس. الأحلام بتصير حقيقة صارت الأحلام كلها أوهام. لو الأحلام بتصير حقيقة صارت الأحلام كلها أوهام. بعضه. هيثم كلفة يا هيثم يا دكتور عادل يا عادل الهادي. هيثم يا هيثم شو صار لك؟ يا عادل الهادي يا عادل بعده هيك يا هيثم بعده هيك خليه ياخذ شوية هواء. بعد يا شو بيسا في عمل شي مقوي بالبيت فيني. بعده هيك يا جماعة خليه ياخذ شوية هواء. كل فايته ببعضه يا شباب. بعده شوي لياخذ شوية هوا. إذا لا حدا يشرب شيها، لا حدا يشرب شيء. إذا حدا منكم صاحي يجي يساعدك. أنا صاحي بعدك. لا بعد سات نحن لازم نطلب له الإسعاف. هيثم جسمه عم يبرد. هيثم لا تتركنا. هيثم أخي 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 بعده